صينية فراخ بالبطاطس بما انك انت قلت مكوناتها باللغة العربية. فانا عايز حضرتك تقطع لي الفرخة دي على انا ما اشتغل شغلانة تانية. اوي اوي ساعدني بقى. طبعا تعالى حضرتك تحب تضحى يعني بص الرجالة دايما يخش في معركة تقطيع. يلا بينا. والسكينة الفرخة هي قطعها بمزاجك انت وانا هجهز الحاجات. يا جماعه على فكره فين الكاميرا بتاعتك؟ مش اي حد على فكره يقطع الفرخه. ايوه انا بس الموضوع مش ممكن. قول لنا المنيو بقى عشان هينزل دلوقتي والساده المشاهدين يكتبوه ورانا. معانا يا جماعه فرخه ايوه منظفه تنظيفا جيدا ايوه عندنا طبعا بطاطس وعندنا كمان طبعا البصل. انا بحب الحاجات تبقى بالبصل التوم برضو ممكن ندخله معانا. الله ممكن ده اساسي فلفل اساسي يا رجائي. ما هو انا بالنسبه لي ممكن حضرتك بالنسبه لك اساسي ما تحتاجناش بقى يا شيخ. انت مش بتحب التوم؟ انا بعشق التوم. لا بجد انا بعشق التوم طبعا. تحب التوم في تحب تشوف شكله وطعمه وكل حاجه اكيد. بس في ناس تحب تاخد طعم التوم بس ما تشوفش شكله. لا باودر يعني قصدك؟ لا انا احب التوم توم يعني توم. طب انا عمي رجائي واستاذ رجائي انا كده تمام. اتفضل بس انا كده لبستك على ايوه اطلعها لي بقى بطريقتك. تحب اقول لك استاذ رجائي بقى ولا رجائي احنا اصحاب دلوقتي؟ لا انت المساعد بتاعي وبتاع. انا عايزك تقطع الفرخه بطريقه صح عشان دلوقتي هم عايزين يشوفوك. بص يا جماعه الفرخه لازم طريقه التقطيع بتاعتها لازم تبقى يعني وانت ماسك السكينه فيها ماسكه للسكينه مش الموضوع مش احنا مش هواه. طيب هنعمل سمبوسه باللحمه النهارده ونشوف ازاي نلف السمبوسه وما تفكش منك في قلب الزيت وانت بتحمريها. دي مهمه جدا على فكره. كلنا بنلف سمبوسه يا عم رجاي وفي الاخر الخلطه تنزل في الزيت والحشوه تطلع بره ويبقى شكلنا وحش قوي. الفرخه اتقطعت ولا لسه؟ لا ده مش بسهوله. مش بسهوله شايف. بعدين على فكره السكينه لازم تبقى حاميه طبعا. طب ده من اساسيات يا جماعه. احنا لازم نحمي السكينه طبعا قبل ما نحمي السكينه. قال لك السكينه والمستحد مش لعبه اي حد. لعبه رجاي طبعا شوفوا بقى رجاي وهو بيسد السكينه. شاطر انفع؟ لا لا الله والله اكبر. تمام حبيبي قول لي حلو تمام. طبعا انا عارفك تخش المطبخ ولادك مغرمين بيك وبيحبوك دايما تاخد اجازه في يوم الاجازه اكيد بتخش المطبخ تبين بقى انك انت شاطر وتعمل لهم اكل. هم يحبوا ياكلوا من ايد حضرتك ايه؟ انا بعمل مثلا فراخ يعني الفراخ واللحمه دول داخلين في كل الحاجات اللي انا ممكن اعملها. رز بقى ممكن مكرونه ممكن اعمل اكل صيني حلو ده بحب جدا. هم يحبوا ياكلوا الصيني طبعا طبعا بالنودلز والحاجات دي بتبقى لطيفه جدا. اكيد بكوسه بالبشاميل. انا عاشق للكوسه بشاميل المكرونه بشاميل. بقيت اخترع بقى حاجات يعني ايه بخترع يعني مثلا ادخل برضو انا اسف يعني برضو شيف شيف يعني والله بجد يعني حتى مسكت السكينه وبعد كده في تريك كده عملها انا بصراحه ما كنتش عارفها. هو بيقطع البطاطس عشان البطاطسايه تنام على البلانش اي مظبوط فعشان يعرف بقى لا يعني برضو مثلا تعالى خليك ايه خبره يا جماعه خبره تدعي لي. بص البصلايه دي عايز اقطعها مسكها كده وقطعها اكيد هتعور ايدك البصلايه دي تنزل منك تقع منك تمام عشان اقطعها اعمل ايه؟ ما لازم تقطع كده لو قطعتها كده دي مش تقطيعها صح. ففي طريقتين اقطعها وهي سليمه اجي اعمل كده الحركه دي كده. الله شوف يا جماعه حلو الكلام عشان الكاميرا بس تنزل هنا كده ايوه يا اما ان انا اقطعها نصين واجي اقطعها كده. ده النو هاو بتاع الشغلانه يا رجاله. لا انا عايزك تقدمني صح بقى قدمني معلش مع اجدع شيف يا جماعه شيف مغازي في تريكات كده كلنا بنخش المطبخ كلنا بجد بنخش احنا كرجاله بنحب نخش المطبخ بس دخلت على المطبخ عن دخلت مطبخ تانية تفرق فبجد يعني شيف مغازي انا متشرف ان انا مع حضرتك النهارده حبيب قلبي وانا متشرف ان انت معايا. انت حطيت اخر حاجه كزبره صح يا شيف؟ كزبره وكزبره احنا عايزين حضرتك دلوقتي ترص لي الفراخ على البطاطس. خلي بالك مخرجنا بيقول لي في الاخر احنا عايزين نشوف اكل فانا اهو رص لي الفراخ دي كده على صينيه البطاطس. نقطع طيب الفلفل الاول على بتاع لا بس شوف الفراخ استوت على فكره ماشي
وانا هحمر الشعريه جنبك كده. يلا بينا. لا ممكن تاخد شوكه ثانيه ساعدك. ايوه الله عليك، حلو قوي. طب واحنا قاعدين بندندج مع بعض كده، انا عارف انك انت ممثل شاطر قوي. والله بنحاول يعني. لا بتحاول، والمحاوله في حد ذاتها نجاح يعني، انك انت تحب تعمل حاجه حلوه يعني. هو التمثيل بالنسبه لي هو يعني هوايه، وهوايه انا بحبها جدا. عايزين نقفل بس بتاعتي عشان انا عم نحطها هنا. خلي بالك هنحط الشوربه دي على الفراخ. تمام. المفروض يعني ممكن في اي حاجه. ايوه طبعا في كل حاجة ما نولعش في الدنيا. فرجوعا لها بقى لموضوع التمثيل، هو التمثيل ده بالنسبة لي يعني هواية. وأنا كنت محظوظ يعني إن في ناس تعهدتني في الموضوع ك مناتك يعني تبني. بالظبط. كورش. طبعا المبدع أحمد مبارك. وهو دلوقتي يعني كان عمل شغل عظيم جدا في الدوم. كمان الله يرحمه، الله يرحمه إياد داود. برضو كان لي إسهام عظيم. حاضر. أنت عايز كل الشربة؟ كل الشربة. حاضر من عينيا. والخضار كمان يا جماعة. شيف شيف مغازي بيختبرني. لا لا هو لازم تسيبش حاجة منها عشان تفايت التست والطعم بتاع الفراخ. حاضر. أيوه هو ده حبيبي. بس تسلم. خلاص ممكن دي نشيلها. نحط بقى دي على النار. هندخلها الفرن لك حضرتك برضو. هندخلنا الفرن. ماشي. ده مش على النار هنا. ماشي. خش الفرن. يلا بينا. شايف يا رامز عايز يحط البايركس على الازاز على البوتاجاز. انت عايز ترتكب دلوقتي جريمة. مشكله. طب احنا مش هنقطع طيب فلفل كده؟ نقطع فلفل نحطه على البتاع ده. ومثلا لو نحط هنا صلصه. شويه فلفل اسود بقى هنا كده عليها. شفت صينيه الفراخ حلوه ازاي يا جماعه؟ الريحه يا جماعه هتخلي الواحد والله يعني يفطر يعني. يلا ما بس يلا بينا ندخلها الفرن. فين الفرن بتاعنا؟ ايوه اهو حبيبي قول لنا دي اتحط. ايوه يا جماعه برضه انا عايز اقول لكم حاجه. مش اي حد يدخل الصينيه في الفرن. مش اي حد يدخل الصينيه في الفرن. ايوه طبعا طبعا. تسلم ايدك. ارقدي في سلام. بس انا يا جماعه برضه عايز اقول لكم على حاجه الشيف عملها كده. تكايه من التكايه بتاعت الشيف. فتح الفرن وحط ايه، حط الزبده على الفراخ عشان تدي اللون. اللون بتاع اللون البرونز بتاعها. يا جماعه الخبرات في الحاجات اللي زي دي بتفرق. بتفرق واحد عن واحد في المطبخ يعني. لو انا بحتبر وانا بحترم الهوايه. يعني انا اتبسطت منك جدا، ويا ريت الكلام ده لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا والامهات والرجاله كمان. دايما مطبخك هو مملكتك. انت افتح الثلاجه وشوفي ايه اللي فيها، ابداي وظفي كل حاجه موجوده عندك، وبعدين فكري تنزلي تشتري مشتريات. صح. انما كلنا ننزل نشتري الحاجه والحاجه موجوده، فدي مشكله خلي بالك انا مش بحبها. وكمان حتى برضو مش اقتصاديه يعني. لو بنتكلم على يعني عايزين نبقى نحاول ان احنا نبقى اقتصاديين على قد ما نقدر يعني، فاللي موجود نقدر ان احنا نعمل بيه الشغل بتاعنا. شفت صينيه الفراخ دي يا رجاي؟ الله. انت رحت فين؟ الله. انت عايز تحطها؟ ماشي يلا بينا يلا بينا. السمبوسه جنبيها كده مثلا. في الخشاف عندنا سريعا كده هنعمله. خشاف